السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واش راكم لي جيمر بخير؟ اليوم ان شاء الله نديرو واحد الفيديو تاع التدريب على السنايبين. مانيش نقول لكم حنعلمكم، لكن حنتعلم معكم وتشوفوا لي ديفو والغلطات والصوالح اللي نديروهم باش نولو دي سنايبر بروفيسيونيل ونميتريزو ونتقنو بما يسمى بالانجليزية دراك شوت، هي سحب الطلقة. وشوفوا هذا سحب الطلقة واش هو. رانا في الباتل فيلد كات، هو احسن جو تقدر تتعلم فيه دراك شوت. اذا مبغيتش تتعلمها في الباتل فيلد 1، لان باتل فيلد كات يحتوي على تيست رينج، ما يسمى بالتيست رينج. تيست رينج هو ما احنا نقولو شون دو تير، ميدان الرمي. ندخلو اول حاجة اللي نختاروها ونديروها هي نشوفو معنا لي زوبسيون. على حساب اكثر واغلب المحترفين تاع القدس هما يستعملوا 18% سنسيبيليتي تاع سولدير، يستعملوا 18% اغلبهم، ويستعملوا من 800 حتى ل 1000 دي بي تاع لا سوري. نضرو كان يديرها في 800. عاودو نرجعو، ما ينصحوا به كبار اللاعبين هو انك تستعمل هذه لا ام 40 ار 5 في الباتل فيلد تحديدا، وتستعمل الايرون سايت معها. صافي دي نقولوا الايرون سايت، لانك يتيح لك الرؤيه كاع، ماشي كيما سكوب. سكوب يتيح لك رؤيه محدوده غير في الوسط ولا غير في الجهه اللي راك تفيزي فيها. العادي نتاع الدراك شوت هو انك تجيب السيبل تكون عندك في المنظار، وانت هي تسحب الطلقة ليها، ما تيريش هنا وتطلع، لا تسحب الطلقة وتيري، تسحب الطلقة وتيري هكا. احنا نتعلمو، انا نتعلم معكم، مانيش محترفها، حوس نحترفها، نتعلم معكم كيفاش نسحب الطلقة هكا. ويقول لك هكا، ويقول لك بقى دير هكا وبقى تتعلم كيفاه المسافه اللي تقدر لها، بعد كي تيري تجيبها. فوالا، هذه دراك شوت اللي درتها دروك، هذا ما يسمى بالدراك شوت. نستعملوا هذا السلاح اللي وصلنا به، ومن بعد نشوفوا من الرينج الاخر. دراك شوت هنا القريبه، كاين اللي كي تكون قريبه بزاف ما تحتاج تفتح كلش هكا، يسموه كويك سكوب. كويك سكوب ما يحتاج تفتح، اذا خرج قدامك واحد وانت بسنايبر، واضعف واحد بسنايبر هو اللي اضعف نقطه تاع السنايبر هو انسان كيكون قريب ليك، كيكون بعيد ليك، كيكون في المتناول. بصح كيكون قريب ليك ويكون رافد رشاش ولا شوت جان وتقدر دير له والو، لكن بالكويك ايم تقدر بالخف تعين الراس وراه. وهاد دراك شوت لا، دراك شوت تجيبها من برا، كويك ايم راه قدامك هاك، كويك ايم ودي يكون في علمك انك كي تفتح المنظار تكون الطلقة في وسط المنظار تماما تماما في اي جو. على البروغراماتور تاع الجو صانعين هكا باللي ماشي ما يهمش تفتح كاع الان، المهم تفتح اي شوية بريسك ما يبانش كاع تجيبو. وخطرات هذه الناس بزاف تلعب بها، انا واحد من الناس اللي لعب بها، لكن لعب بها في حدود كي تكون كيما تكونش تجري ولا كي تكون تخرج شوية هكا بالخف تعاود. فوالا، مش موضوع ان الكويك ايم اليوم، الموضوع تاعنا هو الدراك شوت. الدراك شوت لا، الدراك شوت يكون برا، شوف تكون برا على السيبلا، راهي برا على الهدف، لكن انك تجيب هاك، هذا دراك شوت. راك تجيب، كاين الانسان اللي يجيب الدراك شوت يسحبها بصح ما يجيبهاش من الفوق كيما ندير انا، كاين اللي يجيبها هاكا، كاين اللي يجيبها، كاين اللي يجيب يخدم بالربعه، يرسم ربعه. فار اكزومبل انا نجري من بعد خرج فيا واحد نضراكي هكا، ومن بعد ندير هكا نزيد الزاوج، فاهميني؟ دوك نعاودوها بالاقل مع هادو. فوالا كيف يدير ربع، انا هنا هو خرج فيا واحد، شوف نطلعو نرسمو هكا، ومن بعد يشارجي، ومن بعد يجيب هكا. صافي دي رسم شكل تاع اربعة. دونك نشوفو هكا، دونك
لا انا ماناش مازال ما ميتريزيتهاش، لكن كون تشوفوا الناس اللي ميتريزوا هذا دراكشا تاع كارفور وتعرفوا اش راني نقول. انا مازال ما ميتريزيتهاش مليح، عاد راني غالبا ندير بكويك ايم. كاين اللي ما يفتحش، كاين اللي ما يفتحش السكوب تاعو ويجيبها، كاين اللي يجيب هنا يجيبها من برا مبلعه ومن بعد يفتح السكوب فيها. وكاين شت ناس اللي بروفيسيونال فان يفتح ويجيب. باغ اكزومبل شاف السيد راه يمشي هنا يفتح هنا ويجرها ويقول لك براكتيسي براكتيسي، يعني درب درب ما تفشلش. تقولش ما جبتهاش، بعد 100 خطره درب، لانه هما هذه ما كومشي بالتدريب ما يسيبوهاش. وندربوا شويه وتشوفوا معانا اسكو نحكموها ولا. راني ماضي في التدريب ان شاء الله حتى ميتريزها، راني بريسك من فوق، راني احسن عليها من الجويه كاع الاخرين. فوالا هاكا، هادو لي سيبل مليح عليها مليح. لو كان ما تيريش في الهيد شوت ما تهبطش. دوك نسيو من هنا من لا دروات ندخلو من لا كوش، ولا نفتحو هنا. بعد انا صبنا السيد منا لازم تقبض لما، لازم الذاكرة العضلية تحصي على هذا الجست. انا مازال راني ناقص واحد السنتيمترات. نروح نجيبو سلاح، مام حتى بالكابوس وتقدر تتعلم هذه تاع دو فوا دبل تاب. بعد نشوفو في فيديو اخر كيف نديرو دبل تاب. دبل تاب صافي زوج واحد هكا ما تشقاش كاع. زوج بما يتيريش عليك كي راه يتيري واحد هاد شاط. بعد نشوف الدبل تاب، يعني كي تشوفوا ناس هكا يلعبوا ما تظنوش بلي راهم يلعبوا بومبي ولا واحد زاد هكا موهبه عنده اللي يهبط الناس. كاين شي ناس راهم يلعبوا في البرو كي يشوفك تموت، كي يشوفك تموت ما يقصرش معاك، ولا اللي جا اون فوا شافك بعينو يجيبك صاي خلاص. كاين شي ناس حتى كي يكون بالسكوب فوا 6 فوا 7 فوا 8 وهما مخيرين كاع في القنص، كي يشوفك بالسكوب شوفك برك كي يفتح هنا موش عارفك. دروك كي يفتح هنا الا ترو ماركو في السكوب تتغطى كلش، تتغطى كاع هذه متولش. تشوفوا من كيما راكم تشوفوا هكا من في الكوان ما تشوفوش، تشوف غير حتى كاين هنا في الوسط. بار اكزومبل انا نشوفو غير هنا، هو السيد يفتح هنا السكوب ويخمن يتوقع يقول السيد انا شتو ها وراه بالميز راه جاي. كي يدير الدراك شوت يجيبو هادي شتانا واش عام خطرة. كاين شي ناس تجيبها ماشي بومبي وزهر، قالك لازم تعلمو بالعقل بالعقل بالعقل. فوالا باتو اللي فيها السرعة. وكي تكون تمشي وتتحرك ولا السيبلة تتحرك مع كي تكون حابسة هذه في راس السما مع الأرض. كي تكون حابسة أغلب الأحيان تجيبو أغلب الأحيان تجيبو، لكن تكون تمشي سنتيمترات قليلة تفصلك عليه. لازم تيري على حسب تمشي، تيريش بعد وتيري قبله إذا كنت تمشي سونس كونترير. دوك نشوفوها تيري قبله هاكا تجيبو، تيري فيه ما تجيبوش تجي موراه. فوالا تيري قبله. باغ اكزومبل شوفو هادو لي سي، فوالا كنت تيري فيها ما تجيبهاش. هادو لي سي بلي يتحركو تيرو فيها ما نجيبوهاش. ها تيري فيها ما نجيبهاش، تيري قبلها تجيبها. فوالا فهمنا.
من الباط فيك كيف يخدم. نعاودو نكملو مع الدركشات. ان شاء الله نكون شرحت لكم ابوبري واش هي الدركشات اللي ما يعرفهاش، واش هي انك تكون سنايبر. تنجمو تزيدو تشوفو لي فيديو تاع كتب دراكشات سنايبر، وشوف الناس كيفاش راهي تتعلم بتحترف سنايبر. هيا خليكم سيرتو كنا نخدمو مونتاج، رانا نعياو شوية الا ما صبناش التفاعل تاعكم، ما صبناش لي جيم، ما صبناش لي زابوني اللي تبعونا. تو وطار سون اور ليتر، لازم انسان يفشل اللي يحبس من حاجه شو حاجه اخرى. الا عجبكم الخدمه اللي ندير فيها وبغيتو تشوفوا لي فيديو تاعنا، ماذا بكم دخلونا صوالح اللي يشجعونا، وما انا كيشوفوا لي زابوني راهم يكثروا دائما، كيشوفوا تعليقات والناس اللي راهي تعلق فلاشان، يعطيها الصحه بارك الله فيها، يعطيكم الصحه كامل، والسلام عليكم.